وقع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة منتدى أصيل الثقافية الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش الدورة 40 للمنتدى. وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات محور الاهتمام المشترك والتعاون في إنجاز الرؤى البناءة لإحلال التنمية والسلام والاستقرار الإقليمي. وبهذه المناسبة صرح الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز دراسات بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة بين المملكتين الشقيقتين، وفي سياق سلسلة من مذكرات التفاهم والتعاون التي تم إبرامها مع العديد من المنتديات الدولية والمؤسسات البحثية والفكرية العربية بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون، بما يسهم في الجهود الرامية لتحسين الأداء وبناء القدرات وتأهيل العنصر البشري وفق معايير الجودة والكفاءة. وأشاد رئيس مجلس الأمناء بالدور الحيوي والمؤثر لمؤسسة منتدى أصيل الثقافي في مجال الاستثمار في الفكرة وما تتمتع به من سمعة دولية، مبينا أنه تم بحث إطار عمل شامل لتوطيد التعاون في مجالات عديدة. وأشار الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد في هذا الصدد إلى أن منتدى دراسات السنوي بات يمثل منصة فكرية مهمة على صعيد الفعاليات الإقليمية ومناقشة القضايا المثارة على الساحة لتبادل الآراء وإنتاج رؤى قيمة وملهمة تواكب نهج الإصلاح الشامل في جميع المجالات بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، مشددا على أن الهدف الاستراتيجي يظل تنمية العنصر البشري. من جانبه أبدى معالي الأمين العام لمؤسسة أصيل الثقافية السيد محمد بن عيسى أعجابه بالتطور الحادث بمركز دراسات وما يشهده من طفرة نوعية على مستوياته البحثية وإعادة الهيكلة، معربا عن سعادته بالتعاون مع دراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن المركز بات مؤسسة استراتيجية وبحثية مؤثرة وفاعلة. سنسعى إلى أن نوظف هذه الاتفاقية لإبراز القدرات والإمكانيات المتاحة في بلدينا، سواء بالنسبة للمنطقة العربية أو بالنسبة للعالم. نحن كمنظمات تسعى إلى دعم العمل الثقافي والعمل العلمي، غرضنا هو أن نعطي الصورة المميزة لبلدينا وأن نعمل جاهدين على تدعيم هذه الصورة وتصحيح التصورات التي عند البعض حول بلدينا وحول شعبنا.